هذا الفيديو لشرح كيفية التخلص من الحركات في نص. لنفرض أن عندنا نصا مليء بالحركات بهذا الشكل، ولكن نريد التخلص من الحركات، إما بمعنى يعني أحيانا تكون هناك حاجات، مثلا نريد النص القرآني محرك وغيره من النصوص غير محرك. هذا سهل إنجازه بسهولة، استبدال. استبدال، أول ما نستبدل فتحة كنترول ضاد استبدال الكل، اختفت الفتحة من النص 265 فتحة، يعني بدل أنه كل فتحة نحذفها، يعني نضع المؤشر بعدها ونحذفها، لا نستطيع بهذه الطريقة المختصرة. الآن كنترول شين لكسرة استبدال الكل 90 استبدال، لاحظوا كنترول السكون أيضا استبدال الكل، وهكذا الشدة وكذا. أيضا ممكن مثلا هذه الفارزة، لاحظ هذه الفارزة قبلها فراغ، عادة المفروض يعني فراغ فارزة، نقدر نخليها فارزة حتى نحذف الفراغ اللي قبل الفارزة، استبدال الكل. لا تلاحظون كل الفوارز لصقت ويلها عند هاي النقطة، فراغ نقطة نقطة استبدال الكل موافق. وهكذا مثلا الواو، واو تلصق مع الكلمة، مثلا فراغ واو فراغ، راح شو تصير؟ فراغ واو ماكو فراغ، استبدال الكل، لصقة الواو مع، وأعد لحظة لحظة، هذا شيء مختصر، إغلاق.